الشعب يرى يعاين يصور ويبعث. شو طرحك سياسي مرحلة هاي؟ أنا هي شو جايب جديد بالنسبة للشعب التونسي؟ أنا الشعب التونسي مصيره في يده يا أخي، شبيني أنا جايب سحارة من عند ما نجيب. أول مرة تتحل البيبان طارق المكي. لا البيبان حلها طارق المكي بالشعب اللي سمعني. ما حليتهاش وحدي مش ترزان، ثلاث سنين نصبوا فيها. تنبؤات طارق المكي صحة. صحت على خطر هذا. إنسان جوع الثورات في العالم الكل تتعدى من المعدة باسبار لوفون. الله ما عارفين ولا الحم البهيم يتباع في تونس من اللي الحم القعود ولا مركي على الكياس يقولوا طارق المكي يتكلم من وراء البحار. الجماعة اللي يسهروا في البواتات. يعرفوا إن شاء الله قادر. لا أنا نتبع في تونس. ولينا نكتبوا على الكياس الحم القعود. وطحنا الله ما فينا يحكيوا بينا كيفاش ناكلوا من اول المستهلكين في الحمل بهاي الحاجات. معلم راك قداش ولينا؟ طارق المكي من 2007 وانت تناجي بالحكومه المؤقته بالجمهوريه الثانيه. الجمهوريه الثانيه عملنا جمهوريه بالمقلوبه بك. انا ديما نقول خدينا الاستقلال وما خديناش المود دامبلوا. وقلت وانا تونس استقلت، تونس ما راهوش الاستقلال. سمعوا بيه اسمع، هاكا نهار 20 مارس يعملوا لنا دربوات، من بعد يعملوا لنا 7 نوفمبر، من بعد يعملوا لنا شنو؟ مريتوش الاستقلال، وريتو انت الاستقلال. انا توا داخل نعمر في ورق. الوغ كنت توا في اوروبا يبدا كوميونيتي مليونيون اوروبيان فرنساوي ولا واحد ما عمرش ورقه للبوليسيه بشد. البراني هو اللي عمر ورقه اللي داخل لبلادهم. وينو الاستقلال هذا اللي تحكيو عليه؟ مازال الاستقلال في بطاقة التعريف. انا انت مدير، انا مدير عام وانت عامل يومي، شنو هو الاستقلال هذا؟ قلت المود دمبلوا طارق المكي، كيفاش مساهمتي في المود دمبلوا هذا؟ مساهمتي نحكي مع الناس وعبرت على حاجه شعبيه خلصت الناس. شو يحبوا التوانسه؟ شنو اللي يحب؟ شنو يحب التونسي؟ التونسي كالعرب بالكل فاهمين، اقوى من الاوروبيين في نتاعنا. يحبوا على الديمقراطية، مخهم أقوى من الأوروبيين، فهموا اللي الديمقراطية سي أن برودوي ديريفي من العدالة، كي تهبط من العدالة هبوط. العرب الكل تتفق على حاجة. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم شكون بيرسوناج أكثر واحد؟ هو عمر بن الخطاب. شو يقولوا؟ على عدل عمر. العرب تحلم بهذاك عندهم 1400 سنة. وقت سيدنا عمر هو شنو العدل؟ أقوى الديمقراطية كانت، كنت تنجم تحكي معاه وتعاركوا، فما شكون يشارك ضده في المحكمة. وهذاك هي استقلالية القضاء، احنا العرب فاهمين الحكاية هذه كلها راهو. متسيسين أكثر من الأوروبيين. والتوانسة شيء اللي وراوه النهار هذوما شيء كبير ياسر. ثلاثة سنين كل يوم 100 واحد مينيموم يسيب عليك شعب ما يقومش. غيبان شعب والله خير. هاكا كامل والله خير هاكا كامل. طارق الفيسبوك هو اللي وصل صوت للناس، وجيت على خاطر الناس وجابوك الناس. لا جيت على خاطر بلادي ساعة قبل الناس. الناس هما الشعب نقصد. اي لا جيت لبلادي، بلادي هي الشعب اللي داخل فيها شعب. انا كريت الطيارة ونرعش كريت الكود نتاع الفيسبوك وليت نرعش. الانخراط العملية السياسية انت كلامك صعيب. العملية السياسية حكاية فارغة. سامحني نحكي فيه كله فارغ. لازمك حزب. لا حزبي تونس. تونس تونس صحيح تونس. انا النظام الحالي كي نقدم له رخصه نتاع حزب معناتها راني استعرفت بيه. والله يعطيك الصحه. انا ما نستعرفش بيه. والله يعطيك الصحه. اسمع في السياسه كي تحب تعمل السياسه يلزمك كي تعمل خطوه تقرا المية اللي وراها اللي انت ما تراهاش. اليوم كي نمشي انا لوزاره الداخليه نستعرف سي فؤاد المبازع رئيسي، ونستعرف سي الغنوشي وزيري الاول، ونستعرف باللي خلاه لي بن علي. لا مانيش دردع في الصباح. انا انت ماكش مش قادم حتى حزب يعني بالحكومه هذه. انا ما عندي حتى حزب الا ما تتنحى الحكومه هذه، ومانيش باش نعمل حزب. ماكش مش قادم روحك للرئاسه. وانا ضد. انا رئاسه شكون باش يعملها؟ شنو هي التمثيليه اللي عاملينها لي تاع الرئاسه؟ شكون باش يشدهم؟ بس دايما شكون هكا اللي خرجوا من الار سي في باش يعاودوا يرجعوا لي بلون اخر؟ شكون قول لي شكون؟ انا نحبها تشدها ناس تقرا في اليونيفرسيتي ولاد صغار يشدوها. هذيك هي الاختراع. تحيا تونس. يا معلم عليه بك. هاي سايبوش عندي حاجة خليوني نجمي درابوي. هاي درابوي حبيبي وينو درابوي؟
الحمد لله.